بسم الله وعلى بركة الله مشاهدينا متابعينا الكرام، انطلاقة الشوط السابع بمشاركة 13 من الجياد للخيل المهجنة الأصيلة تكافؤ درجة الخامسة. هذا الشوط مخصص للخيال القطريين فقط، المسافة 1200 متر، الاندفاع نحو الصدارة في محاولات التقدم من خلال بيوكار مع صالح فرج العتيبي. في المركز الثاني بوكي تايم والمدرب عويضة سالم الهاجري ملك السيد ناصر الهاجري والخيال عبد الله الهاجري، بينما المركز الثالث المحاولات تأتي من سارود مع خديجة عبد الواحد لياسين مبارك جاسم والمدرب عبد الرحمن عبد الواحد، محاولات أيضا من الجهة الخارجية لشرسة متابعة السيد محمد أحمد الهاجري والمدرب فيصل الشهواني والخيال سلمان الهاجري. الجهة تقترب من المنعطف الأخير، نشاهد أقل الأوزان في المقدمة سارود سلالة مخضرة مع خديجة عبد الواحد، محاولات أيضا من الجهة الخارجية من خلال دانسا كليمة للسيد عبد العزيز العتيبي والخيال حمد البسعيدي، المتابعة كذلك من بوغي تايم عبد الله راشد فالح الهاجري، محاولات لخطف الصدارة للمركز الأول بوغي تايم إلى الصدارة والمركز الأول ملك السيد ناصر عويضة سالم الهاجري والخيال عبد الله راشد فالح الهاجري وخطف الصدارة، والمركز الثاني نشاهد وإياكم الشعار السماوي كما شاهدنا وإياكم مشاهدينا ريدي ريكونر. إذن النتيجة النهائية والرسمية من قبل لجنة المعتمدين للشوط السابع، الصدارة والمركز الأول مع رقم واحد بوكي تايم من تدريب عويضة سالم الهاجري، ملك السيد ناصر عويضة سالم الهاجري والخيال عبد الله راشد فالح الهاجري. المركز الثاني تواجد رقم 10 ريدي ريكونر مع المدرب حمد الجهني ملك السيد أحمد حمد أحمد إبراهيم المناعي والخيال صالح سالم المري. المركز الثالث رقم 2 دانس أكليم مع المدرب محمد الغزالي ملك السيد عبد العزيز صالح محمد العتيبي والخيال حمد البوسعيدي. المركز الرابع رقم 13 في هذا الشوط سارود من تدريب عبد الرحمن عبد الواحد ملك السيد مبارك جاسم راشد تويم المنخس والخيال هنا الفارسة خديجة عبد الواحد. المركز الخامس رقم 3 من خلال تواجد البروك مع المدرب جاسم الغزالي ملك السادة أبناء عبد الله محمد آل الشيخ الكواري وتواجد الخيال محمد تبتي. ألف مبروك لكل الفائزين، وننتظر وإياكم مشاهدينا متابعين الكرام آخر شوطين في هذه الأمسية، فكونوا على الموعد.